بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده دعاء نبوي جميل للمكروبين، للحزانه، للي بيعاني من موقف صعب او في شده او في كرب شديد او دخل عليه شيء يخوفه، يعني للكرب، للحزن، للهم، للغم. ايه الدعاء دون؟ الجميل ان الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو نفسه صلى الله عليه وسلم في وقت الشده، كأنه دعاء لما تقوله يخفف على قلبك، يوصلك بربنا، يخليك كده في حمى ربنا. ايه الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء دون وهو خارج من مكة يوم الهجرة. طبعا ده يوم صعب قوي ويوم شديد جدا، فالنبي خارج من مكة وطالع على المدينة. الأول راح طاف بالكعبة وقال هذا الدعاء. أما جميل بشكل، أما يا جماعة يحسسك بالقرب من ربنا في وقت الشدة بشكل. ممكن بقى تحفظه أو تكتبه أو تسجله الآن، علشان حلو قوي حتى من غير الشدة إنك تدعي بيه. أنا بقيت بدعي بالدعاء دون حتى كده وأنا ماشي، لأنه حلو قوي. الدعاء بيقول إيه؟ الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا ومصائب الليالي والأيام، اللهم لك ذللني وعلى طاعتك أعني، وإليك ربي حببني، وإلى الناس لا تكلني. الله، بس كده، بس كده. تصدق يا جماعة أن أنت ممكن تبقى تدعي بيه الصبح بالليل وانت في عربيتك، أما حنين بشكل، أما يشعرك بالتذلل إلى الله بشكل، وأما وقت الشدة تحس أن ربنا حيقويك بشكل. لو قلت الدعاء ده نقوله تاني وتحفظه وتراجعه معايا. الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا ومصائب الليالي والأيام، اللهم لك ذللني وعلى طاعتك أعني، وإلى غيرك لا تكلني، وإليك ربي حببني، وإلى الناس لا تكلني. الله، صدقوا يا جماعة أنا ما كنتش أعرف الحديث ده، ومش مشهور الحديث ده لغاية ما لقيته حديث صحيح، والنبي دعاه في وقت الشدة، ومن ساعتها وأنا حفظته وبدأت أقوله. لا تتخيلوا أثره في الحياة إيه. بسمة أمل للي يعيش بالدعاء، لأن الدعاء بيخليك في كل خطوة من الحياة مع الله. دعاء نبوي جميل، احفظوه وعيشوا بيه، يكون لكم إن شاء الله بسمة أمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.